السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلي على رسول الله يا حبيبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. ان شاء الله حبيبي النهارده هعمل معاكم ايه، شوية عصبان. ماشي حبيبي، فانا بحضر الخلطة اهو. انا جبت شبت وبقدونس وكزبرة، عصرتهم ونقعتهم في خل، وبعد كده خرطتهم، واديني بخرط البصلة، وضربت الطماطم في الخلاط، وغسلت الرز حبايب قلبي. ماشي، ونقع العصبان في ملح وخل يا حبايبي. ماشي، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ان شاء الله. ان شاء الله اخلص الخلطه حبايبي وهرجع معاكم وانا بحشيها ان شاء الله. بس ما تنسوش حبايبي تحطوا اللايك وتفعلوا زر الجرس وتعملوا مشاركه للفيديو. فعلوا زر الجرس حبايبي عشان يوصل لكم مني كل جديد، وما تنسوش تدعوا لي دعوه حلوه في الكومنتات. ربنا يصلح حالنا وحالكم، يشفيني ويشفي مرضى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم، ويوفقني ويوفقكم ان شاء الله. ما تنسونيش حبايبي بدعوه حلوه، ما تنسوش تصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسوش تذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. يا رب اكون اي حاجه بعملها تكون بتعجبكم والفيديو نول اعجابكم. خليكم معايا يا حبايبي، هرجع لكم تاني. بصوا حبايبي، انا خرطت البصله، خرطت الخضره زي ما انا قلت لكم. ماشي، حطيت ملح وفلفل، بيدعكوا كويس قوي مع بعض حبايبي. عايزين تشموا ريحه الخضره يا حبايبي مع البصل. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، دعكتهم حلو قوي مع الملح والفلفل. نفضي بقى الرز كده. بسم الله بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم حبايبي، ويصلح حالنا وحالكم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. كل ما الطماطم يا حبايبي والخضره بتبقى كتير في المحشي بيبقى طعمه جميل جدا يا حبايب قلبي، جربوه. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. خليكم معايا يا حبايبي. بس حبايبي انا عملت الخلطه وانا بقصقصه كده حبايبي على طول، يبقى ايه جاهز على الحشو. ماشي، بعد ما غسلته طبعا انا جايني انا نضفته وتكمل على تنظيفة الراجل. ماشي، ما بعتمدش على التنظيفة بتاعه الراجل بس حبايبي. فالمهم يعني انا حشيت اهو زي ما انتم شايفين، بس ما بتتحشاش تتكبس يا حبايبي عشان ما تفضيش الرز في قلب النار، يعني تبقى مهويه لها شويه في الحشوه بتاعتها عشان خاطر ايه تستوى براحتها، وفي نفس الوقت بتبقي مفرغه الرز زي ما انتم شايفين كده بتحشي جواه، بس بتبقي موزعه الرز في قلب العصبان اللي بيها، ما يبقاش ايه مكلكع في حته واحده، وما تيجي تسويه تبص تلاقيه فضه في قلب الميه وانت بتسلقيه. ماشي كده حبايبي، زي ما انتم شايفين مش ماشيه وشايفاها ملفوفه. تعالي من الجنب التاني وكملي كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. متنسونيش يا حبايبي دعوه حلوه، متنسوش تحطوا لي اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ويا رب اي حاجه اكون بعملها تكون بتعجبكم حبايبي، والفيديو ينول اعجابكم يا رب. ربنا يصلح حالنا وحالكم، وجعل شهر كريم علينا وعليكم وعلى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. خليكم معايا. حبايبي رجعت لكم بعد ما حشيته زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، على الله اكبر. زي ما انتم شايفين يا حبايبي بيبقى كده ماشي، ما بتبقاش مكبوسه جامد علشان خاطر ما يفرقعش في السليق. ماشي، ان شاء الله هولع عليه اسلقه حبايبي وارجع لكم تاني. بس حبايبي ما تنسونوش في اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، تعملوا مشاركه للفيديو، وما تنسوش تصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله.
ويا اهلا وسهلا بالناس اللي شرفتني ونورتني وبتدعمني في القناه وبتخش تحط لي اللايك وبتعمل اي كومنت، اهلا وسهلا بيكم ونورتوني وشرفتوني، وخارج مصر وداخل مصر يا اهلا وسهلا بيكم نورتوني حقيقي يا حبايب قلبي. ربنا يدوم ما بيننا التواصل ويحسن ما بين ايدينا وايديكم ان شاء الله، ويوفقني ويوفقكم باذن الله. خليكم معايا يا حبايبي، هرجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي انا خلصت الكميه كلها اهو زي ما انتم شايفين، بحطه بقى عشان ايه هسلقه وبعد كده يتحمر. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي الله اكبر. اذكروا الله يا حبايبي، اذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. متنسوش تحطوا لايك حبايبي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وربنا يصلح حالنا وحالكم ان شاء الله. اذكروا الله يا حبايبي وصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ماشي هسيبه كده بقى ان شاء الله يتسلق وهرجع لكم تاني، خليكم معايا. اه حبيبي بعد ما طلعته وسلقته كده هنبدا ان شاء الله احمره، واما اخلصه تحميره حبايبي قلبي ان شاء الله هوريه لكم. بس ما تنسونيش حبايبي في اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، وتعملوا مشاركه للفيديو عشان القناه تكبر بيا وبيكم. تنسوش تصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وتذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله، وربنا يصلح حالنا وحالكم. ادعوا لي دعوه حلوه في الكومنتات يا حبايبي. ربنا يصلح حالنا وحالكم ان شاء الله. خليكم معايا احمره ان شاء الله واوريه لكم بعد ما اخلصه. كده حبايبي بعد ما خلصته زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. اتفضلوا معايا يا حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله، والله يعني طعمه جميل يا حبايب قلبي. وزي ما انتم شايفينه كده كفايه النظافه في البيت يا حبايب قلبي، وكفايه ان انت عامله الحاجه وعارفه انت عامله ايه، وكل حاجه انت خدماها طبعا في البيت، غير اي غير لما بتشتري الحاجه من بره. حفاظا علينا وعلى صحتنا وعلى اولادنا حبايب قلبي، يا ريت نعمل كل حاجه في بيتنا. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالنا وحالكم ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. ما تنسونيش حبايبي في دعوه حلوه، ما تنسوش تحطوا اللايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.